بداي زور تاي قباد الرشوة الشاهد تايدر الشهادة تحرف فان المعنى وريح واستافد وروى هذا سر الكلام ما رامو تصحيب سبحان الله سيفنا من الأشتوى ورزاق صنر بيه بالبلاد ما ينفعني كدوب سيدي خايف من فعالي ما ينفعني كدوب النفس ما تهنيني بعدي ما نتوب والنفس ما تهنيني بعدي ما نتوب ما عملت في زماني أنا والما تقراني نبغيك يا المدالي يوم السحاب سيدي وتحضرني يوم المحشر تكون بالدالي ما تستر خرامنا بهواه يا مصطفى ويا المعنوي حمودة يلا بابا حمودة جيت ندوي حمودة يلا سيدي حمودة ندوي حالي حمودة يلا بابا حمودة زيت البحري حمودة يلا سيدي حمودة ويا السوداني حمودة يلا بابا حمودة وجيت ندوي حمودة يلا سيدي حمودة ودا تمريدة حمودة يلا بابا حمودة وهالمعنوي حمودة يلا سيدي حمودة وجيت ندوي حمودة يلا بابا حمودة بالقر الجوي حمودة يلا بابا حمودة ودات مريضة حمودة يلا سيدي حمودة وهادي نوي حمودة يلا بابا حمودة ويا السوداني حمودة يلا سيدي حمودة يجرح ويداوي حمودة يا بابا حمودة حمودة سيدي يا بابا حمودة حمودة بابا يا بابا حمودة حمودة سيدي يا بابا حمودة وهادي نوي حمودة وجيت ندوي حمودة يلا سيدي حمودة ودات مريضة حمودة يلا بابا حمودة وهاد قناوي حمودة يلا سيدي حمودة وجيت محلة حمودة يلا بابا قلت بويا حمودة يلا سيدي حمودة ويا السوداني حمودة يلا بابا وهاد قناوي حمودة يلا بابا وهاد بويا حمودة يلا سيدي حمودة يا بابا حمودة يلا بابا حمودة يلا سيدي جراح ويداوي حمودة يلا بابا ويا السوداني حمودة يلا سيدي يا بابا حمودة حمودة سيدي Thank you.
عليكم مشاهدينا ونعود إلى هذا الحفل وإلى هذه السهرة كذلك دائما بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عدد كبير وكبير جدا من أفراد الجالية العربية المسلمة تنقلت من مختلف جهات فرنسا لاقتسام هذا العيد مع أبناء الجالية الجزائرية، ومن بين هؤلاء كذلك هؤلاء يعني شباب من الجيل الثالث من أفراد الجالية التونسية المقيمة هنا في فرنسا. كلمونا شوية على العيد، على المناسبة هذه وعلى الفرحة هذه اللي رأي هنا اليوم. ميكروفون برشا لين في فرنسا وكمان قاعدين نعايدوا مع الفاميليا ومع الأصدقاء، وإن شاء الله كل عام ونحن حاضرين معاكم في الاحتفاليات كما الليلة، وإن شاء الله ديما habillé en tenue traditionnelle. Expliquez-nous, c'est quoi? C'est une tenue typiquement tunisienne? Oui, on la trouve aussi en Algérie, hein, en Algérie et en Tunisie. Donc c'est une tenue qu'on met essentiellement pendant les mariages et pendant les grandes fêtes comme l'Aïd. Mm-hmm. Donc là, c'était l'occasion de ressortir nos plus belles tenues pour passer la fête très tous ensemble. Très voilà. Très bien. Un mot sur cette fête. Je trouve qu'elle est, elle est merveilleuse, cette fête, dans la mesure où elle permet un mélange des cultures, de tous les âges. Je crois que c'est un très très bon moyen de venir fêter l'Aïd, parce que l'Aïd, c'est avant tout symbole de synonyme de fête. De solidarité. Et là, en plus, la chance qu'on a, c'est que ça dépasse le cadre familial, puisqu'il y a, beaucoup plus de monde. Et ce soir, ils sont venus très très nombreux. نعم ربما كلمة فقط يعني تعطينا كلمة على التراديسيون. Est-ce qu'on garde toujours nos traditions, nos coutumes? Voilà, tout à fait. Malgré qu'on soit loin, c'est vrai qu'on essaye de garder un peu les traditions de nos parents, de nos grands-parents, en essayant ce jour-là de tous se retrouver. C'est vrai que ce n'est pas un jour chômé en France, mais les gens arrêtent de travailler, se retrouvent pour le repas du midi. La famille vient, les amis. Vous avez aimé les chansons de groupe Diwan de Bchar? Ah oui, on a passé une très très bonne soirée. C'était vraiment... On va écouter deux autres chansons toujours de ce groupe. راح نستمع مشاهدينا الى دائما فرقة ديوان بشار ونعود اليكم عقب ذلك مباشرة. Solo la Navidad, ya